توكي الفلافل عند عمو. تذكرنا بأيام البلاد. هي للأمانة شيء طيب. أجمل وأطيب الفلافل اللي موجود على الإطلاق في السويد. لنبيستا فلافل نهيلا مالمو. مرحبا بكم في قناة الأكل ثقافة. إكس فلافل طابور طويل من الزبائن من ثقافات ولغات مختلفة، لكن اتفقوا على طيب طعمي وخصوصية إكس فلافل. لذلك رأينا أنه لا داعي لتجربتها ثم إبداء الرأي فيها، فقد أبدى الكثير من الزبائن رأيهم بكل صراحة، وسوف نعرض عليكم بعضا منها. فمشاهدة ممتعة، وإذا أردتم الاستمتاع أكثر فما عليكم إلا أن تجربوها بأنفسكم. يقع إكس فلافل في مدينة مالمو عند مدخل روزنغورد سنتروم بجانب موقف السيارات. العنوان تجدونه في صندوق الوصف. للأمانة شيء طيب. تسلم. يعني للأمانة ما ديت هيك فلافل من أيام ما كنت بسوريا. حقيقة والله. ذكرتك في الماضي. أي والله. أيام الخوالي. أيام الخوالي. أي والله. أجمل وأطيب الفلافل اللي موجود على الإطلاق في السويد. حقيقة يعني وليس مجاملة. الفلافل الأصلي، الفلافل والبقدونس وبندورة وشوية يعني هيك طراطور أو طحينية، وصلى الله وسلم. هذا أطيب den bästa falafeln i hela Malmö, trevligaste personal. Jag jobbar här i området så jag har ett lugnt mer eller mindre varje dag. Bästa stället. Jag jobbar här bredvid och jag brukar köpa min falafel här och jag tycker det är den bästa i Malmö.